قد ناخذ 3 دقائق يلا تفضل. اي نسيت نهضر معك على هذا معك بعد على الماتش على الدوز تسير. وي وي ماشي. اللي قلت لك اخويا هذاك الشيء اللي قلت لك والبارح هو اللي كاين هو اللي وقع. راك عاقل انت على المداخله ديالي اللي كانت في اخويا بالنسبه للاهلي البارح راه ما كانتش راه صراحه راه عطاونا فرصه فهمتي ما تنساش كاع كيقول لك هاجي ماركين ولكن اللعابه عندنا ما كاينش شي واحد اللي قال لك شي ما كاينش لي ماركين ما كاينش واخا يقول لك اجيت ماركا ما كاينش اللي يدوز راه واقفين هما كونتونسي لا ديفونس واقفه عندنا الاهلي البارح الاهلي البارح خاصنا بلاتي مصدومين راه كيبان لك داك الشيء راه ماشي هو داك اللاعب ديال الاهلي اللي كنعرفو هي هي راه مشات مستواهم ولكن كيعرفوا يديروا لي ريزولتا كيعرفوا يديروا لي ريزولتا واخا في اسوء ايامهم يعرفوا يديروا ريزولتا وهذه هي الفرقه الوفاقي واش كنتي كتعقل واش كتعقل خالد واش كتعقل في كاس اوروبا كتعقل على جيفونتوس السيد العجوز السيد العجوز دوزات احسن ايامها مع زيدان اللي كان زيدان وكان داك البولوني كيلعبها في السنتر وكان زيدان وكان كيزا وكان واحد المجموعه ديال اللعابه وكان نادفال هذه احسن ايامها اللي دوزات كانت الكره والريزولتا مي ابار سا جيفونتوس سي اون ايكيب دو ريزولتا سي اون ايكيب اللي كتعرف تربح واخا تكون ماشي في المستوى ما كاينش الفرجه ولكن كدير ريزولتا كتبسط على الالقاب الاوروبيه والالقاب في ايطاليا دابا مستوى منزل وي ولكن كانت فرقه كانت نموذج هذا الاهلي كذلك الاهلي واخا في اصعب ايامها تربح ليك المهم كدير له ريزولتا واش بغيتي ميسي كومسا انت ما درتي ريزولتا ما فرجتي بجوج انت بجوج ما درتي المحلل البارح ديال هذاك الاذاعه ديال بين سبور شفتي البارح شنو قال لك شيبو وعندها لا بوزيسيون هي اللي عندها لا بوزيسيون قلت صافي هذا النهار الاهلي ما كايناش النهار ديالنا غادي نزيدو الثاني غالبا هكا كنت كنقول كنقول ولكن المدرب الله يسمح لي فهمتي هذاك المدرب كيقول لك المدرب كبير راه جيت ناوسي مع اللي والو المدرب اللي عارف انت فرقه ما عندكش ما تنجحش فيه وكيبان لك ما تجيش اخويا ما تعاقدش معاه فهمتي جيب وجه كبير وخرج كبير فهمتي ولا ماشي يمكن ما كانش يتعاقد معاه ممكن اما هو اللي عليه راه دار واللي عليه دار راه شوف اللي كيقول لك راه ما دخلش هذا وما دخلش هذا ما كان يدخل داكشي على قد الحال داكشي اللي عنده فيه شويه الدوره دخل شي اللي كاين في الندوه الصحفيه قال لهم انا داخل على فرقه ما دايرش انتدابات فريق شفت انا من حقه يقولها من حقه يقولها وي ما دايرش انتدابات يعني اش غيجيو من الخدم يعني بحال كيقول لهم طاقه غير مباشره هاد الفرقه راه يلاه فيها واحد 6 ولا 7 اللي خصهم يبقى بحال كيقول لهم هكا بالعربيه ولكن السي يوسف اللي هو كيقول هاد الهضره النهار الاول خويا ما تجيش تخسر وجهي مع الجمهور دابا كلشي كيقول لك طاوسي الخدام خويا انا بالنسبه ليا راه شوف راه كون ما كانش هو شويه منظمهم وكيغوت عليهم راه هذه المساله اللي خص الناس يردوا معها البال راه المدرب ماشي غير خطه راه المدرب كذلك كيوقف على اللعابه بحال اللي كان كيقول محمد تيقول لك اللاعب المغربي بحال الحليب اللي ما وقفتيش عليه كيفيض راه الطوسي راه كان واقف عليهم البارحه كان كيقاد فيهم الماتش كامل وكيلخر راكم ما كانش واحد كيتلعب الله جا كيسهاو كيوقعوا بزاف ديال الاخطاء وبزاف ديال الفجوات دونك كان كيغوت باش كان موقفهم وهذا الشيء اللي خلانا نخرج باقل الاضرار راكم ما كانش هو كلشي كون كان شي مدرب مبتدئ كون الله خسرنا بشي جوج ولا ثلاثه هي القليل البارح خويا يوسف باش المدرب باش راه الاهلي خرج مهاجمين بالكامل فرصه باش تخرج جبيره وتدخل بجديد وخرج بشويه اليوم وتخليه بجديد خليه متولي وخرج ليا خويا شوف متولي شوف مع احترامي لك اخويا متولي راه ما عطاش متولي راه تهلا فيه راه خلاه بزاف تعطيني شي باس عطيني شي كره فالابل عطيني شي كره فالابل وعطيني شي كره فالابل تا خبره باش فادنا وما ما عطاناش في الميدان اصاحبي غير فكرني دابا انت تفرجتي البارح فكرني في شي لقطه قولي هذه واه عطاه متولي والله الا برافو عليك ها وحده لا شوف ما دار والو وزاد كملها مسيطر على دي بالاريتي الكورني يضرب وكفرات يضربهم كلشي يضربو هو كلشي كفرات ضربهم كله وحتى وحده ما ضربهم قاده
اسمح لي يا اسمح لي يا اسمح المهم لي السيد وصل خش موكلات فهمتي راه الراجل العام راه ما فهمتش اكيد كيكذبوا على يوصلنا والاداره فهمتي المثيرين كانوا كيبيعوا الجمهور هو بان عنده الشامبيونز ليغ صح صح ماشي ديال الشامبيونز ليغ هذاك الشيء هذاك الشيء وباش باش عرفوا لنا باش عرفت حتى افريقيا ضعيفه بهذه الفرقه هذه تكلاسينا الاولين ودرنا 15 بوان بهذه الفرقه باش عرفت باش عرفت الكره ديال افريقيا راه ضعيفه راه ولات ضعيفه راه كيخص كيخص واحد خمس سته ولا سبعه د اللعابه تقويوا الفرقه والله تطحن هذا الشيء كامل اللي كاين قدامك للاسف للاسف كنشوف تفرج باش دابا في الماتش ديال بيترو اتليتيكو ولا صالو وصرا بيترو هو جايبين اللعابه فهمتي جايبين اللعابه اجانب في المستوى فهمتي ولا لا واش 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 سان داون ستارت ولا ويلي ويلي تياغو هذاك تياغو هذاك جيبي اللعاب اجنبي اصاحبي فهمتي كيبان لك لعاب واه فهمتي دايرين السلام باش يدوز على الاقل يمشيو نصف النهائي ديال الشامبيونز ليغ فهمتي ولا لا على الاقل بعدا واخا شكرا خويا شكرا كثر خويا ديال التحيات تبارك الله عليك عنك الله يا رب الو الاخ اللي هو كوينه مدافع من الهواد تفضلوا على الياس الحداد كيقفقف الماط واه واه على تقفقيف فيه قداش واحد الكره والله الا مشات لوسط السونتر رجع لها عطا له وي خويا ميلو تحياتي فرصه سعيده اخويا اخويا بخير نياتك تحيه للقطار تحيه للكراج الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك مرحبا شنو كتقول لنا على الماتش البارح واخا نبداو بالمدرب بلاتي يا ميلو نبداو بالمدرب اشنو اللي بان لك المدرب ما داروش مزيان المدرب اكثر لا خلي الهضره حنا كنعرفوه فيه الهضره دوي لي على المسائل التقنيه في التيران اشنو كان خصو يدير وما داروش ما دخلش له الطيره وطيره راه كان عطى في الماتش ديال هادي راه عطاك واحد الميساج بان الدري راه عنده في الجزيره خاصو واخا واخا مع, مع, مع الاهلي مع الاهلي عطى اشارات مزيان مع الاهلي دخلوا في الاخر عطى اشارات عطى مزيان حتى هذا الماتش دخلوا في الاخر حتى هذا الماتش بلاتي حتى هذا الماتش دخلوا راه دخلوا دونك شو واش بان لك الهبطي دار شي فرق كبير في هذا الماتش لا عطاه تقريبا شي 13 مينوت ولا شي حاجه بحال هكا على كل حال عطاه لا للاسف مع الاسف واخا واخا خويا المغرب قربات عندنا شوف بقات 4 دقائق خويا للمغرب فقربنا تحياتي ليك ومرحبا بك مره اخرى فرصه سعيده خويا ميرسي شكرا تبارك الله عليك يا يا شكرا شكرا خويا شكرا تبارك الله عليك وي وي سي عبد اللطيف مابقاش الوقت حاول في دقيقه خويا قول لينا اش كيما اش كتشوف تفضل باش نقول لك بغيت نبقى في الحال البارح اخويا واه غادي كنا نخصص واحد العصا باش نقول ليه لا الله ما عند راسه الله ما ياخذ فيهم الحق هادشي اللي غنقول غير واحد القضيه اللي سمعت واحد السيد كان كيدوي قبل مني هذا متولي بركه عليه بلا ما يشبع السبان وي والله لا ما يبقى يمضوا نصبوا فيه ونعيروا فيه يمشي بحال هكا وي باش المدرب يخرج يقول لي لا ما نخرجش شكون انت
وكون السبعه احسن من الدراجه وكانوا كيخرجوا. وي وي ودابا دابا دابا واحد القضيه، انت اول حاجه انت وصلتي 35 عام، ثاني حاجه كتاخذ 500 مليون في العام، انت انت اغلى لاعب، انت اغلى لاعب في المغرب، اغلى لاعب في المغرب، اغلى لاعب في المغرب يعني يعني اللاعب لو ميو بي لو جوغ لو ميو بي ياك. ديك 500 مليون ما كتعطي فيها حتى 30% ديال العطاء اللي خص يعطي لاعب ديك 500 مليون. لا ما عطانا والو، ديك 500 مليون على حسب، حيت علاش دابا ميت حيت متولي والله ضربه جميله والله تنكادريها. شي متولي متولي كاين شي ماتشات اللي عطى فيهم، ولكن اللاعب في هذا الوقت كيتقاس ماشي بماتش ولا جوج عطى فيهم، كيتقاس بلو فوليوم دو جو ديالو، لو فوليوم كيتقسم على الماتشات كاملين. الا حسبنا الماتشات كاملين لعب متولي غادي نلقاو بانه لو فوليوم دو جو ما كيتعداش واحد ساعه لارو، ساعه لارو ديال الكره الرقيه في الماتشات كاملين اللي لعب. دونك دونك الله يرحم الوالدين، على الاقل عافينا من داك من ديك النرجسيه ديالك وديك النفخه الخاويه ديالك، ما راضيش انك تخرج فكناك تلعب شي كره زينه، فالا خرجتي حني راسك ودوي هذا. الناس كازو راه التاسيوس راه تقدم وي راه شفنا الكويريه ديال بصح راه شفنا كانوا كيدويوها كيدويو البالون ملي كيخرجوا المدرب كيحضر راسو وكيتسامح مع اللاعب اللي داخل، شي داك اللاعب اللي داخل بلاصتك راه خصك تحترمو، خصك تحترمو مسكين هو اللي جالس لون بلاصو وتشجعو باقي جون وتعنقو وتقول وتحترمو، هذا هو الولع المدى انت كتسمع مين؟ احسن منه تبارك الله ذاك الدري، عطيت عطيت حالك شي شويه في ذاك اليمن وجاب كوفرات فهمتي جاب كوفرات ضرب واحد الكره زوينه دخل الكره هز الجونه هز الجونه ونتمنى الخير. شوف شكرا كنطالب الجواب الرجاء يديروا مظاهرات في الوزيز باش هاد المكتب يمشي بحال هذا في اسرع وقت ممكن. نتمنى الخير ان شاء الله، نتمنى الخير ان شاء الله. شكرا شكرا تبارك الله ان شاء الله. مرحبا بك خويا، مرحبا تبارك الله. فوالا الاخوان كنكون وصلنا للنهايه ديال اللايف ديالنا، فالمسائل واضحه أمام المكتب يتحمل مسؤوليته، يديروا اجتماع يقدموا استقالة جماعية، أنا مدابية والله العظيم غير يمشيو غير يمشيو، حيت الطريقة باش كتسيا الناجة، الطريقة باش كتسيا الناجة راه أي واحد يسيرها، غير تجمعوا غير واحد سبعة ولا ثمانية المنخرطين يعوضوهم من غدا ويسيروها على الله، لأن غاديين على الله راه ما كتبانش استراتيجية، ما كيبانش لك واحد التوجيه، ما كيبانش لك واحد الخبرة في التسيير، تيبان لك التخربيق خدام، شي التخربيق والتخربيق خدام. دونك عفيونا من التخربيق ديالكم، واللي كيقلب على شي مصلحه يمشي يقلب عليها في شي جهه اخرى، الرجاء ما يطفروش في الرجاء لان حنا واقفين ليه، والرجاوي الاحرار غادي يبقاو واقفين ليه، كل واحد يمشي يدبر على مصلحته في شي جهه اخرى، فماشي حاجه جيتو بديك النيه ديال هذوك اللي دازوا قضاو الغلط حنا نقضيو الغلط ما تقضيوش. دونك الله يرحم الوالدين، كونوا رجال وتحملوا مسؤوليتكم، راه الجماهير ما بقاتش بغاتكم، راه ما انتم ماشي في مستوى التطلعات، عباد الله وخو الطريق وديروا جمعان وعدلوا لنا القانون ديال الانخراط باش الجماهير تجي تعاون فرقتها، والجماهير كلها تكتل وكلها تعطينا رئيس اللي يستحق، حيت غيكون التصويت ان شاء الله يكون عن طريق الانترنت ما كاينش مشكل، ملي كيكون التصويت ملي كتو عندك 15000 ولا 20000 زمنك غادي دير التصويت عن طريق الانترنت، التصويت عن طريق الانترنت باين اللي عنده الاغلبيه غيديها ما عنديش مشكل، واللي صوتت عليه الجماهير على الراس والعين، ما نبقاو نقولوا لا اجمع هذا لا اجمع 50000 لا لا هادو صحابو لا هادو اجمعهم لا والو، لان الجمهور ديك الساعه وديك الساعه غنوليو ديك الساعه عندنا مصداقيه والرئيس عنده مصداقيه. كنتمنى غد افضل فريقنا، كنتمنى الجمعيات والاطاراتيه تحملوا مسؤوليتهم، هذه الوقت فاش توقفوا مع فرقتكم، والا الفريق سيسير من سيئين الى اسوء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته وكل واحد غادي يحاسبوا التاريخ، وهذا هو كلامي لجميع الاخوان الرجاويين، تحياتي لكم، دمتم بخير، اللقاء في لايف قادم، السلام عليكم.